بداية الجولة الثالثة بين أحمد فكري أو عفوا نايف فكري من KHK وأحمد غندور من دولة الكويت. يلعب على الواقف، تبادل ركلات ولكمات. كل لاعب البحرين جدا نايف راكد وفوكس، ركز يعني مو قاعد يسوي أي حركات سلبية. شوف كل ضرباته مؤثرة، عنده قوة بدنية جدا. رفع اللاعب محاولة الأهم ينزل اللاعب وهم الضربة دي، يعني ضربة دي بينزل اللاعب على الأرض. يعني أهم إنه يحاول ضربة وهم ينزل اللاعب، طرح اللاعب المنافس أرضا. أحيانا دي الضربة تكون وايد مؤثرة على مستوى الرأس، في أثر على تركيز اللاعب. هاي فرصة مفروض يستغلها بحركة استسلام؟ لا باللكمات طبعا. واللكمات شنو الحكم هو يقدر انه خلاص اللاعب ما قاعد يدافع عن نفسه، في شبه انه فقد وعيه بالضبط، فهو يقرر انه يوقف المباراة خلاص، ولازم يستمر، لكن يستمر بحركات إيجابية، ضربات إيجابية، لأن إذا سلبية مع الاستمرار راح تفقد أنت شنو لياقتك. لكن هاي كلهم عليه النقاط طبعاً، لأنه هو نزل اللاعب وهو قاعد بضربات على الخصم، فهاي الأشياء بفيده في شنو في نهاية الجولة الثالثة إذا ما انتهت المباراة. حتى الآن طبعاً من البداية حتى الآن اللاعب البحريني هو اللي مسيطر على المباراة، اللاعب الكويتي مجرد قاعد يدافع. يعني اللاعب الكويتي قاعد يحاول انه يسوي وضع حركة الاستسلام، ولكن هو وضعك جسمانيا مو وضع القوة، يعني انه يقدر يتحكم بالحركة. وشوف بسهولة اللاعب قدر يتخلص. ايه شوف كل محاولات اللاعب البحريني فيها نقاط ترى، سقوط اللاعب، توجيه ضربات، ايه كل هذول عليهم نقاط، لان الحين جولتين هو مسيطر بشكل كامل تقريبا. نهاية الجولة الثانية. يعني كلامي كان صحيح من بداية المباراة، قلت كلامي عن ذي اللاعب لأن شايفه ولاعب متميز وقادر انه يتميز بحركة اللاعب المحترف، يعني يخلص من حركات الاستسلام اللي يحاول فيها اللاعب الكويتي، ويجاري اللاعب حتى في اللكمات واللعب على الواقف. نلعب طبعا أعزائي المشاهدين على وزن 70.3. اللاعب جدا مهلك، لأن اللاعب إذا وصل على ذي المستوى من اللياقة خلاص هاي لها تأثير على المستوى الفني، خلاص اللاعب ما يقدر يطبق الفنيات اللي هو يمتاز فيها. فشيء مهم جدا نكرر اللياقة البدنية من ناحية النفس واللياقة العضلية، قوة التحمل العضلي. وهي طبعا تدريبات خاصة بهذه الأمور ولتهيئة اللاعب. على المدربين الخروج حالا. بداية الجولة الثالثة بين نايف فكري من فريق KHK في الركن الأحمر والركن الأزرق للفريق الكويتي أحمد غندور. استمروا نفس المستوى نفس الذي، يعني يمكن خلاص لاعب البحريني بالنقاط يعني بشكل واضح، وفعلا حتى الآن هو فايز المفروض يعني، ولكن بعد ما ندري ممكن أي حركة مفاجئة من اللاعبين الاثنين. شوف وقوف الحكم جدا مهم وين يوقف، شوف عشان اللاعب ما يخالف اي
حركة خارج القانون، تكون صورة واضحة عند الحكم. اي نعم، واختيار الزاوية الصحيحة. شوف شوف لك مانت هاي كلهم عليهم نقاط طبعا. خلاص يعني اللاعب مسيطر السيطرة. ها محاولة استسلام، محاولة استسلام على ما اعتقد محاولة ناجحة، محاولة ناجحة. خلاص 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 استسلم اللاعب الكويتي، نجح اللاعب. غير ذي اللاعب تمكن نايف فكري قبض محكمة. خلاص بارك الله، بارك الله هذا المستوى صراحة بكفاءة 100%، ما في أي نقاش مقارنة. نايف فكري من فريق كيتش كيل بحرين، أتوقع حق اللاعب لي صراحة مستقبل إن شاء الله. أنت أشاهد فيه قبل اللعب حتى ايه. من خلال متابعتك له في بطولة لعبة الـ MMA في اليوم الرياضي. اليوم الرياضي نعم. اللاعب أشوفه يعني أنت كمدرب نظرتك غير عن الجمهور. يعني أنظر من ناحية القوة البدنية، اللياقة، الركود، تركيزه. ما شاء الله لاعب ممتاز بكل قوة. من وزن 70.3 من نادي KHK ريد كورنر نايف فكري. تقل أهمية عن المباراة اللي سبقتها بين حسين الماضي ومن فريق KHK، وأيضا الفريق الكويتي كان خالد المشاري. أعتقد اللاعبين الكويتيين لم يحالفهم الحظ ولكن سجلوا اسمهم بقوة في هذه البطولة. المركز الأول اللاعب نايف فكري من نادي KHK. واللاعب صاحب المركز الثاني من دولة الكويت الشقيقة اللاعب أحمد غندور.